سمعت ولا ما سمعت تصريح إمام عاشور بعد المباراة لما قال أهدي الفوز للهقاص وللشماتين؟ إذا إنك ما سمعت اسمع 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 اسمع. تمكن الأهلي من الفوز على فيوتشر في السوبر المصري في مباراة رائعة وأكثر من رائعة بأحداث مثيرة، 4-2 بعد ما تقدم الأهلي بهدفين، تعادل الفيوتشر بهدفين ورد تقدم الأهلي بهدفين، مباراة مثيرة ورائعة وأكثر من رائعة. لكن الأكثر إثارة من المباراة هو تصريح إمام عاشور بعد المباراة لما قال أهدي هذا الفوز للهقاص وللشماتين. فمن يقصد بالهقاص ومن هم الشماتين الذين شمتوا بإمام عاشور؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ أنا في شخص في بالي، انتوا في حد في بالكم ولا ما في حد في بالكم؟ اترككم مع المقطع واكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات في اسفل الفيديو، ولا تنسوني من اللايك والفولو. والله الحمد لله، انا زي ما قلت لك احنا الحمد لله بنجتهد، والتوفيق ده من عند ربنا الحمد لله. وعندي بس رساله للشماتين، الشماتين عايزهم يهدوا شويه. يعني في ناس كده، انا كده كده مش متابع والله، يعني انا مش متابع، انا مركز في شغلي، ولولا النادي الاهلي في سيستم انا كنت رديت على الناس، يعني كنت رديت على في واحد شخص كده اكيد انت عارفينه، هجاص، هو هجاص بيرمي اي حاجه. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا واخد ثالث كاس عالم. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي. هيجنني ان هو ممكن تقول لي هي الحركه دي؟ بقول لك الاسد يمرض ولا يموت. يعني